انطلاق المشاورات اليمنية في الرياض ودخول وقف العمليات العسكرية حيز التنفيذ. الميليشيات تتعمد استهداف منازل وممتلكات المواطنين في الضايع وسط استياء مجتمعي كبير. واستمرار معاناة طلاب اليمن المبتعثين للدراسة في الخارج وسط تجاهل حكومي لمطالبهم. نشرة الأخبار، السلام عليكم ورحمة الله. انطلقت اليوم في العاصمة السعودية الرياض المشاورات اليمنية التي تستمر حتى 7 أبريل المقبل برعاية أممية ودعم كبير من مجلس التعاون الخليجي بحضور أكثر من 800 شخصية سياسية وعسكرية يمنية. وتناول اليوم الأول من النقاشات الشراكة بين اليمن ودول مجلس التعاون واستعراض ترتيبات المشاورات في مشاركة المبعوثين الأممي والأمريكي إلى اليمن وعدد من المسؤولين في الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي. فإن أبناء اليمن من العاصمة صنعاء إلى حضرموت، ومن عدن إلى المهرة، ومن مأرب إلى المكلا، ومن تعز إلى البيضة، ومن الحديدة إلى شبوة، وفي كل محافظة ومدينة وقرية يتابعون والأمل يحدوهم للوصول إلى كلمة سواء. فرصة جديدة لإيقاف الحرب في اليمن باستضافة مجلس التعاون الخليجي مشاورات يمنية تقسمت ملفاتها إلى 6 محاور أساسية: سياسية واقتصادية وتنموية إغاثية وإنسانية واجتماعية ومحور إعلامي، تصب جميعها في بلورة الواقع اليمني والخروج بمصفوفة توصيات تنقل اليمن من الحرب إلى السلم. لقد ثبت بما لا يدع مجالا للشك أن لا حل إلا الحل السلمي، وأن الحرب وسنواتها 7 الشداد بكل ما تحمله الكلمة من معنى الشدة لا يمكن أن تحقق الأمن والاستقرار المنشود، ولعل مشاوراتكم تؤسس لعام فيه يقاف الناس بإذن الله. تنطلق المشاورات اليمنية في الرياض بعد هدنة عسكرية أعلن عنها التحالف العربي كأحد سبل إثبات حسن النية وسلوك طريق جديد لتفسير الأزمة اليمنية والتعامل بشكل مختلف مع المستجدات التي أفرزتها الحرب. إن اليمن بلد عزيز علينا جميعا، وإسهامه في التاريخ العربي والحضارة العربية ضارب بجذوره في الماضي البعيد، ومعاناة اليمنيين وما يتعرضون له من أزمة إنسانية غير مسبوقة وممتدة منذ سنوات هو أمر لا يقبله أي عربي أو يتمنى استمراره. المشاورات اليمنية يراها مراقبون أنها بوابة مناسبة لدخول المبعوث الأممي الجديد عبرها وتحقيق اختراق وتكوين قاعدة معرفية لفهم القضية اليمنية. طالما استمر هذا النزاع سيكون له تأثير كبير على المدنيين، وسوف يكون من الصعوبة في مكان أن نضمد الجروح. الشعب اليمني يحتاج أن يرى إلى درة طريقا واضحا، ولذلك هو السبب في أن نحن نقوم بتطوير هذا الإطار. مشاورات يمنية قد تكون محدودة التمثيل بعدم وجود ميليشيات الحوثي التي ما تزال إلى ساعة عقد المشاورات تحشد إلى تخوم مدينة مأرب، إلا أن هناك تفاؤلا بأن تكون هذه المشاورات مدخلا لمشاورات يمنية تنتقل على إثرها للتفاوض على السلام. وقد نتج عن ذلك فرص لأجل اليمن، لكي نحن نوفر تلك الفرصة، ومن خلال تلك الفرصة التي تمنح اليمنيين جميعا لكي يتحدوا ولكي يكون هناك من خلال وجهات النظر المختلفة لتحديد لإيجاد حلول التي يمكن تحسن من حياة المواطنين في اليمن. مشاورة الرياض يقول سياسيون بأنها مدخل لاستدامة السلام في اليمن، ويقول واقع الأيام القادمة أن هناك إجراءات سيتم اتخاذها الأيام المقبلة تثبت حسن النوايا وتلين مسار الحل السياسي في اليمن وتركز في أساسها على الجانب الإنسانية. ومعنا عبر الهاتف الزميل الإعلامي أنور الأشول، موفد اليمن اليوم. أستاذ أنور، مرحبا بك. هل أطلعتنا على ما جرى في جلسة المباحثات الأولى، وهل ثمة بوادر أمل تلوح بالأفق؟ مساء الخير. بكل تأكيد أنتم أوردتم في التقرير أهم التفاصيل التي قيل في جلسة المشاورات الأولى. طبعا جلسة النقاشية هي لا
التي كان المبعوث الأمريكي والمبعوث السويدي، وكان حول استعراض كثير من المواضيع التي تهم اليمن، وخاصة فيما يتعلق بكيفية الوصول إلى السلام، كيفية الوصول إلى مشاورات تنتج عن هذا السلام الموجود، أحاديث كثيرة عن يعني مطبات كثيرة وقعت فيها الأطراف اللبنانية، ويجب أن نتجاوزها بحيث أننا نصل إلى هذا السلام الذي يرتجي كل من حضر اليوم هذه المشاورات. طبعا السيد بيتر سيمبري قال أنه يجب أن يكون هناك شراكة بين مجلس التعاون بشكل وثيق وبين اليمن. مبعوث الولايات المتحدة الأمريكية أيضا السيد تيم ليدر كينغ قال بأن هذه فرصة اليوم، خاصة وأن هناك وقف لإطلاق النار، هناك وقف أيضا لجبهات القتال في اليمن، فرصة سانحة لأن يخرج اليمن من هذه المشاورات بما يحقق طموحات الشعب اليمني. نعم، هنالك حقيقة أنور يعني من يشكك في هذه الطموحات، خاصة وأن المجتمع اليوم يرى بأن هذه المشاورات تضم أطراف تمثل كلها طرفا عفوا معينا، يعني في ظل غياب الطرف الذي يفترض أن يجرى حوار مباشر معه. طبعا عنده تم أكثر من دعوة، ليست دعوة واحدة لحضور الطرف الحوثي، وهي هو الطرف المتعنت في مسألة تحقيق السلام، وهو لا يريد الوصول إلى هذا السلام الذي يطمح إليه اليمنيون. كما تعرفون أن لديه أجندة يريد تحقيقها على في كل اتجاه، يعني هو لا يستطيع الخروج من هذه الأجندة يعني عامة، إلا تكون هناك لديه تعليمات واضحة بأن يذهب إلى الرياض أو إلى أي مدينة أخرى لتحقيق هذا السلام الذي يسعى إليه اليمنيون. اليوم العالم كله يتابع باهتمام ما يجري في اليمن، ويبحث الطرق والوسائل والسبل لتحقيق هذا السلام في اليمن، يريد أن يعيد اليمن إلى مصاف الدول الأخرى الآمنة المستقرة، لكن هناك طرف لا زال متشبث برأيه، لا زال متشبث بأجندته، يريد أن يفرضها على اليمنيين للأسف. يعني الزميل أنور الأشوال مفد اليمن اليوم إلى مشاورات المشاورات اليمنية في الرياض، شكرا جزيلا لك. هذا وقد قبلت المشاورات اليمنية في يومها الأول بتفاعل جماهيري واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا، تنوعت بين التفاؤل والتشاؤم من النتائج المتوخاة من هذه المشاورات. بين التفاؤل والتشاؤم انطلقت بمقر أمانة مجلس التعاون الخليجي المشاورات اليمنية برعاية مجلس التعاون الخليجي والأمم المتحدة ومشاركة مختلف المكونات والأحزاب والشخصيات اليمنية وحضور أممي ودولي وغياب الميليشيا الحوثية التي ترفض كل فرص السلام. اليمنيون على مواقع التواصل الاجتماعي يتساءلون هل ستتوقف الحرب التي أنهكتهم أم أنها مشاورات لا تغني ولا تسمن من جوع. اختلفت الآراء بين مؤيد بأنها فرصة كبيرة لإخراج اليمن من الحرب العبثية وإنهاء العمليات العسكرية والعودة إلى الحوار كونه السبيل الوحيد لإنهاء الحرب، وبين متشائم من هذه المشاورات التي وصفوها مضيعة للوقت ومجرد خطابات على ورق لا أهداف لها. أنظار اليمنيين والعالم تتجه إلى ما سينتج عن هذه المشاورات من نتائج تنهي حالة التوهان وتعيد الأمور إلى مسارها الطبيعي وتعود لليمن ابتسامته المفقودة منذ 8 سنوات. العديد من المشورات طالبت الجميع بتحمل مسؤولياتهم التاريخية وإخراج اليمن من الحرب، وأن ينتصروا لبلادهم لا لمصالحهم، وأن يرسموا خارطة طريق لمستقبل اليمن تبدأ بتصحيح الاقتصاد وتوقف العمليات العسكرية وصرف مرتبات الجميع وإحلال سلام دائم. ويراقب اليمنيون بكثير من الحذر مجريات مشاورات الرياض يومها الأول، منتظرين بصيص أمل واتخاذ مواقف إيجابية تدفع هذه المشاورات قدما والعمل الجاد على إعادة تنمية اليمن واستقرارها والحفاظ على وحدته. احتجزت ميليشيات الحوثي في محافظة إيب رئيس هيئة التحالف المدني للسلم والمصالحة الوطنية والأمين العام للتحالف، وأفادت مصادر محلية أن الميليشيات استوقفت الدكتور حمود العودي
رئيس هيئة التحالف المدني للسلمي والمصالحة الوطنية، والمهندس عبد الرحمن العلوفي الأمين العام للتحالف والناطق باسم التحالف المدني أنور شعب، وذلك في محاولة منها على ما يبدو لمنع مشاركتهم في المشاورات اليمنية التي تحتضنها العاصمة السعودية الرياض. وكانت وجهت لهم دعوة من قبل دول مجلس التعاون الخليجي لحضور المفاوضات التي انطلقت اليوم، وتم التنسيق المسبق بين قيادة هيئة التحالف المدني للسلم والمصالحة مع المجلس السياسي التابع للميليشيات والسماح لهم بالمشاركة في تلك المشاورات. دخل قرار التحالف العربي وقف العمليات العسكرية في اليمن خلال شهر رمضان المبارك حيز التنفيذ. يأتي ذلك بالتزامن مع انطلاق الجلسة الأولى للمشاورات اليمنية في الرياض، وذلك في سبيل التهيئة لإنجاح المشاورات. ويرى مراقبون أن إيقاف العمليات العسكرية والتفرغ للعمل الإنساني وإعادة إعمار ما دمرته الحرب سيسهم بشكل كبير في تحقيق السلام المنشود في البلاد. ميدانيا، تجددت المعارك بين الميليشيات الحوثية والقوات الحكومية والمقاومة في الجبهات الجنوبية في مأرب، وذلك بالتزامن مع دفع الميليشيات الحوثية الساعات الماضية تعزيزات نحو جبهات القتال بالمحافظة في محاولات منها لإحراز تقدم واختراق بين أوساط القوات الحكومية. وذكر مصدر ميداني أن المواجهات احتدمت في آخر ساعات مساء الثلاثاء واستمرت حتى الساعات الأولى من اليوم الأربعاء. وفي الجبهات الجنوبية بالمحافظة الواقعة شمال شرقي اليمن استخدم الطرفان الأسلحة الخفيفة والمتوسطة والثقيلة، وأسفرت المواجهات التي من المرجح عودتها إثر دفع الميليشيات تعزيزات كبيرة عن خسائر كبيرة من الطرفين. في الضالع، ندد ناشطون وإعلاميون وحقوقيون بالانتهاكات التي تمارسها الميليشيات ضد المدنيين شمال وغرب المحافظة، واعتبروا جريمة إحراق مزارع وآبار وممتلكات أيضا للمواطنين النازحين في منطقة مريس وما جاورها، اعتبروها سابقة خطيرة وهستيريا تصيب عناصر الميليشيات بعد هزائمها المتلاحقة في جبهات الضالع. لم تكتفي الميليشيات الحوثية بجرائمها السابقة التي تمارسها بشكل يومي ضد الوطن والمواطن، بل تتفنن في صناعة الجرائم وإهلاك الحرث والنسل. جريمة جديدة وثقتها كاميرا قناة اليمن اليوم وعدسة الزميل فرحان مطهر من أبناء منطقة مريس شمال الضالع، توضح قيام الميليشيات الحوثية بإحراق مزارع وآبار ومنازل وممتلكات المواطنين بالأودية القريبة من قرى حجلان وصولان والرفقة ويعيس وغيرها من المناطق في شمال غرب الضالع، والعبث وإتلاف بأهم مصادر الدخل للكثير من الأسر، وبخسارة تصل إلى مئات الملايين من الريالات. هنا كما تشاهدون هذا الوادي الذي تم إحراقه، حرق هذا الوادي بكل ما فيه من معدات وآبار، وهناك خلف تلك الشجرة السيارات. في هذا الوادي وادي الجاهلي حرق كل شيء، وخلف هذا الوادي وادي النمصة والمضيوق والقربي والزلم والرداعة والوشيلات. هذا الوادي تم إحراقه بالكامل، وخسر المواطنين كل حاجاتهم وممتلكاتهم بعد أن نزحوا من بيوتهم وقرائهم. طبعا هذه هي منطقة يعيس، وهذه هي الرفقة، يتمركز الحوثيون في ذلك الطرف بيت عبد السلام وملزق، وهذه الرفقة يتمركز بها المقاومة، وهذا العمارة العظم الذي يسيطر عليها المقاومة. انتهاكات مستمرة لعناصر الميليشيات الحوثية ضد المدنيين في شمال وغرب الضالع لتتضح حقيقة مشروعهم الإجرامي، حيث يصف الكثير من الناشطين جريمة إحراق مزارع المواطنين وممتلكاتهم والذين لا علاقة لهم بأوضاع الحرب بأنها سابقة خطيرة وهستيريا تصاب بها عناصر الميليشيات الحوثية عقب عجزها من إحراز أي تقدم، ويفضح زيف حديثها عن الوطن والمواطن ومصالحه وعن السلام. تتمركز الميليشيات الحوثية في جبل نصر الذي تطل على هذا الوادي الذي عند انكسر. هذه الميليشيات قاموا بتدمير هذه المزارع وإحراقها وتدمير المنازل والمباني والمحطات التي بجوار هذه المزرعة، وعند انكسارهم
تم هذا الإفشال عند عجزهم العجز الكبير. جريمة جديدة تضاف إلى سجل الميليشيات الإجرامي، حيث قامت بإحراق هذا الوادي والوديان المجاورة بمنطقة مريس شمال الضالع بعد فشلها بالمعارك. خسائر المواطنين بمنطقة مريس شمال غرب الضالع تقدر بمئات الملايين، ومطالبات لتدخل المنظمات الدولية. من جبهة مريس، محمد الشعيبي لقناة اليمن اليوم الضالع. في لحج أقدم مسلحون قبليون على قطع الخط الرئيس الرابط بين محافظتي تعز وعدن. المسلحون في نقطة الفرشة بمديرية طور الباحة لحج أقدموا على قطع الطريق أمام الشاحنات والناقلات، ولفتت المصادر إلى أن المسلحين يطالبون بالإفراج عن سجناء لدى سلطات محافظة لحج. ويشكو مسافرون وسائقون ناقلات وشاحنات من انتشار عشرات نقاط التفتيش على امتداد الخط العام الرابط بين تعز ولحج وعدن، وتعرضهم للابتزاز المالي وفرض جبايات غير قانونية عليهم بالطريقة المهنية بل مهينة عفوا وغير مشروعة. تتفاقم معاناة طلاب اليمن في الخارج في ظل تجاهل حكومي متعمد لمطالباتهم وصرف استحقاقاتهم الدراسية المتأخرة منذ العام الماضي، والتي زالت من مأساتهم في دول المهجر بشكل كبير، خصوصا مع قدوم شهر رمضان المبارك. عادت أزمة المستحقات والرسوم الدراسية لطلاب اليمن في الخارج إلى الواجهة في ظل استمرار التجاهل الحكومي للمناشدات المتكررة، فلم تعير هذه المناشدات أي اهتمام، ولم يتحقق من وعودها والتزاماتها تجاههم شيء، سواء من كانوا في مصر أو في الهند أو في غيرها من الدول، فالجميع بلا استثناء بعيدين عن أي اهتمام حكومي. ورغم المناشدات التي لا تكاد تتوقف، لم تضلع الحكومة بدورها والإيفاء بالتزاماتها المتراكمة تجاه الطلاب لكي يتمكنوا من التركيز على التحصيل العلمي، فشغلهم الشاغل بات دفع إيجارات متراكمة ورسوم دراسية، بل إن أغلبهم لا يستطيع الدخول إلى موقع الجامعة لأنه مغلق ولا يقدر على مواصلة الحياة بشكل طبيعي نتيجة عدم دفع الرسوم. ويقول طلاب أن الحكومة تتجاهل معاناتهم بشكل متعمد، وعبروا عن ذلك في وسائل التواصل الاجتماعي كاشفين التنصل الحكومي عن صرف الأرباح التي يتم صرفها من قبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي كنوع من الإذلال والإهانة، بحيث يتم صرف ربع أو ربعين بالكثير بعد أن يكون قد استنفد الطالب كل ما يملكه، وحينها لا يستطيع مواجهة جزء من الديون المتراكمة عليه في ظل ظروف ومتغيرات صعبة. وتعتبر قضية الطلاب والطالبات المبتعثين للدراسة في الخارج قضية مفصلية منذ اندلاع الحرب التي أشعلتها ميليشيا الحوثية، وتتحمل الحكومة معظم التبعات من خلال المماضلة وعمليات التأخير والتقاعس والتسويف الذي يعكس حالة الفساد والإهمال، خاصة وأن هناك ميزانية خصصت لهذا الجانب مؤخرا. في تعز نفذ العشرات من عقاد الحارات والمواطنين وقفة احتجاجية أمام مبنى إدارة الشرطة تنديدا بجريمة قتل مالك ياسين عاقل حارة رضوان، وطلب المشاركون في الوقفة الجهات الأمنية بسرعة تحقيق القصاص الشرعي بحق الجاني بصورة مستعجلة، واعتبار قتل المجني عليه استهدافا لرجال الأمن الذين يمثلون مأمور قضائي وتم قتله أثناء أداء واجبه الأمني ما يستوجب المحاكمة العاجلة. خرجنا في هذا اليوم لنطالب ولنعلن مطالبنا بخصوص قضية مقتل العاقل مالك ياسين وهو يؤدي واجبه الأمني بحي الرضوان مديرية صالة. إن الذي حصل بأخونا الشهيد مالك ياسين أثناء أداء واجبه وهو يوصل بلاغا أتاه من المحكمة ليوصله إلى هذا الجاني، لكن الجاني أصر على قتله وتعمد قتله وخرج بإطلاق أعيرة نارية على الأخ مالك حتى ألقاه شهيدا. نطالب الجهات المختصة بسرعة تنفيذ حكم القصاص لهذا الجاني ليكون مثلا لمن تسول نفسه بقتل رجال الأمن ومن يؤدون واجباتهم. وبالعودة إلى الخبر الذي مفاده المعاناة المبتعثين اليمنيين في الخارج،
ينضم إلي الطالب المبتعث للدراسة في جامعة عين شمس في جمهورية مصر العربية عبد ربه العقيلي. عبد ربه مرحبا بك. هل حدثنا عن أهلا حياكم الله. أهلا وسهلا. هل حدثنا عن طبيعة هذه المعاناة ويعني منذ كم، وهل تواصلتم وكيف كانت أيضا ردود الفعل؟ والله يعني الطالب اليمني الموفد اليمني في الخارج يعاني معاناة أليمة جدا منذ فترة طويلة، يعني منذ على وجه التحديد منذ عام. تأخر المستحقات الربع الثاني والثالث والرابع لعام 2021 والربع الأول لعام 22. هذه المعاناة لا تتمثل في تأخير مستحقات فقط، ولكن كذلك الرسوم الدراسية، وكذلك بدل طباعة الكتب وبدل الطباعة، وكذلك تذاكر السفر، وهناك معاناة أخرى للاستمرارية. نعم. هل هنالك تسويف معين يعني أو فترة زمنية محددة تم وعدكم بها حتى يتم تسليم هذه المستحقات، أم أن الصمت هو الجواب الكافي بالنسبة إليها؟ للأسف الأخ وزير التعليم العالي يعني مواعيده مطاطية للأسف، ويتعامل مع الموفدين كأنه يتعامل مع قطاع غير مؤهل وأشخاص غير أكاديميين. نعم. إلى ما ستلجؤون إذا عبد الرب، إلى ما ستلجؤون في حال تم عدم الانصياع لمطالبكم والالتزام بما هي عليهم من مستحقات للطلاب الموفدين؟ والله يعني نحن نتحدث إلى الجهات المسؤولة، وعلى وجه الخصوص وزارة التعليم العالي ووزير التعليم العالي على وجه الخصوص، بأن نحن نتحدث عن الطلبة المعوزين، الطلبة الذي ليس لديهم إلا المستحقات. نعم. الموفدين الذين يعني تتراكم عليهم الإيجارات، أولادهم بدون دراسة في المدارس. نحن ممكن نصعد إلى جهات أكبر إذا لم نجد استجابة، بالرغم أن هناك يعني بعض الاتحادات التي لا تتحرك بحكم قربها من وزير التعليم العالي، إلا أننا سنضطر إلى التصعيد بقدر الإمكان، وإلى الوصول إلى جهات يعني قد تكون أكبر من وسائل الإعلام. نعم. أشكرك جزيل الشكر. نفد وقتي عبد الرب العقيلي، طالب مبتعث للدراسة في جامعة عين شمس، أحد الطلاب اليمنيين المبتعثين. شكرا جزيلا لك. في نشرتنا أيضا، تقارب روسي أوكراني في مفاوضات إسطنبول، وخمس نقاط يضعها الوفد الأوكراني تركز على الحياد والضمانات. أهلا بكم من جديد. مع حلول ذكرى يوم الأرض الفلسطينية، تشهد المدن الفلسطينية حالا من الاستنفار من قبل المواطنين الفلسطينيين واعتداءات إسرائيلية وحشية رد عليها الفلسطينيون بعمليات طعن ودهس وإطلاق نار أسفرت عن مقتل وإصابة إسرائيليين. بالتزامن مع ذكرى يوم الأرض الفلسطينية والاستفزازات الإسرائيلية اليومية بحق المواطنين الفلسطينيين وأراضيهم وبيوتهم ومقدساتهم، استنفار فلسطيني في الداخل المحتل والضفة الغربية وقطاع غزة والقدس المحتلة، عملية بطولية نفذها فلسطيني مساء أمس وسط مدينة تل أبيب المحتلة، ليصل عدد قتلى العملية 5 مستوطنين إسرائيليين وإصابة العشرات بعد إطلاق النار عليهم من قبل منفذ العملية قبل استشهاده. كل هذه العمليات البطولية التي يقوم بها أبناء شعبنا الفلسطيني في الداخل المحتل وفي الضفة الغربية هي نتاج لممارسات الاحتلال الصهيوني القمعية واللا إنسانية، والتي تتجاوز في سلوكياته وفي ممارساته جرائم الحرب
ضد شعب أعزى المحتل على أرضه. هذه العمليات هي ردة فعل طبيعية. يؤكد هذا الشعب على حقه في هذه القضية وأنه سيكون دوما ضاغط على الزناد للدفاع عن أرضه ومقدساته. فهذه هي الردود الطبيعية التي توصل الرسائل لهذا الكيان بأنه يجب أن ينتهي هذا الكيان وأن يرحل عن هذه الأرض وأن يعود الحق لأصحابه، وأن المقاومة حق مشروع لأبناء شعبنا الفلسطيني وهو ينتهجها بكل أشكالها في كل مراحل النضال. رفعت الأجهزة الأمنية وعناصر الشرطة الإسرائيلية حالة التأهب والاستنفار بأعلى مستوى في كافة المدن الفلسطينية، وشنت حملة كبيرة من الاعتقالات وأغلقت العديد من الحواجز ومنعت التجول في بعض المدن وأغلقت الملاحة البحرية أمام الصيادين، لتخرج اليوم مسيرات حاشدة في أرض ميناء غزة لإحياء ذكرى يوم الأرض الفلسطينية واحتفالا بالعملية البطولية ودعما وإسنادا للأهالي الفلسطينية في الداخل المحتل والضفة والقدس. إحيائنا لذكرى يوم الأرض الخالد يؤكد بأن شعبنا الفلسطيني لا يمكن أن يسلم بسيطرة الاحتلال الصهيوني على أرضنا الفلسطينية، ولا زالت حالة الصراع قائمة إلى أن يرحل الاحتلال الصهيوني عن الأرض الفلسطينية ويتمكن الشعب الفلسطيني من قيام الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة بعاصمة القدس. في إطار هذه العملية النضالية شعبنا الفلسطيني مستمر ويواصل نضاله بكل الأشكال. شهد هذا الأسبوع 3 عمليات فلسطينية متنوعة بين دهس وطعن وإطلاق نار أسفرت عن مقتل 11 إسرائيليا وإصابة العشرات بين المتوسطة والحرجة، وجميعها تحمل رسالة واحدة وهي التشبث في الأرض الفلسطينية والدفاع عنها مهما صار ومهما طال الزمن. يوم الأرض الفلسطينية يوم يحييه الفلسطينيون في 30 من آذار من كل عام، وتعود أحداثه لآذار من عام 1976 بعد أن قامت السلطات الصهيونية بمصادرة آلاف الدنومات ذات الملكية الخاصة ومناطق فلسطينية ذات أغلبية سكانية. عبد الهادي فرحات لقناة اليمن اليوم، فلسطين المحتلة. تتواصل المعارك بين القوات الروسية والأوكرانية التي دخلت شهرها الثاني في مناطق مختلفة من أوكرانيا. نائب وزير الدفاع الروسي أكد أن بلاده ستخفض بشكل كبير من النشاط العسكري على جبهتين كييف وتشيرنهيف، فيما قالت وزارة الدفاع الأوكرانية إنها لا ترى إشارات إلى تخلي الجيش الروسي عن مخططه لتطويق العاصمة كييف. وأضافت أن قواتها تسيطر على 85% من إربين التي تقع في الضاحية الشمالية الغربية للعاصمة كييف، وأنها أجلت مدنيين كانوا عالقين في مدينة إربين إلى كييف. في هذه الأثناء ركزت جولة المفاوضات التي عقدها الوفدان الروسي والأوكراني في إسطنبول على ملفي حياد الدولة الأوكرانية والضمانات. وقدم الوفد الأوكراني خطة من 5 بنود وصفها الجانب الروسي بأنها أول خطوة بناءة، ووعد بدراستها وعرضها على الرئيس بوتين لتحضير رد روسي عليها. وتمثلت بنود الخطة في إعلان أوكرانيا دولة محايدة وغير نووية وخارج أي تحالفات على أساس دائم بموجب الضمانات القانونية الدولية وعدم مطابقة الضمانات الأمنية على شبه جزيرة القرم ودونباس، أي أن أوكرانيا تتخلى عن محاولة استعادتها بالوسائل العسكرية، فضلا عن التزام أوكرانيا الحياد والامتناع عن نشر قواعد وحدات عسكرية أجنبية واستضافة تدريبات عسكرية من دون موافقة الدول الضامنة بما في ذلك روسيا. وتركز البند الرابع المقدم من الوفد الأوكراني على عدم معارضة روسيا انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي. وأخيرا طلب أوكرانيا صياغة القرار نهائيا في اجتماع بين الرئيسين بوتين وزيلنسكي. ألمانيا فعلت المستوى الأول من خططها الطارئة لضمان إمداد الغاز الطبيعي في مواجهة التهديد بتوقف الإمدادات الروسية. وقال وزير الاقتصاد الألماني كما روبرت هابيك إنه أطلق مستوى إنذار مبكر فيما يتعلق بإمدادات الغاز وسط استمرار مطالبة روسيا بالدفع بالروبل. وأوضح للصحفيين أن هذا المستوى هو الأول من 3 مستويات تحذيرية وسيترتب عليه
تشكيل فريق أزمة في وزارته لتشديد مراقبة وضع إمدادات الغاز. في الشأن التونسي، يسعى رئيس حركة النهضة الإخوانية راشد الغنوشي لإرباك المشهد السياسي في البلاد من خلال اعتزامه عقد جلسة عامة افتراضية للبرلمان المجمدة صلاحيته منذ الخامس والعشرين من يوليو الماضي، وذلك من أجل إنهاء العمل بالإجراءات الاستثنائية التي أعلنها رئيس الجمهورية قيس سعيد منذ أشهر بعد أزمات سياسية واجتماعية خانقة خلفتها سنوات حكم الإخوان في البلاد، وهي خطوة اعتبرها مراقبون مناورة إخوانية جديدة عالية الخطورة. في نشرتنا أيضا، مخاوف من انهيار القطاع الصحي وتفشي الأمراض والأوبئة في ظل استمرار العجز الحكومي. أقول لك راح بالغداء لأهل هذا، شلت الغداء وراحت بالأهلها في المزرعة، والمزرعة ركبت على حمار ما حتى نص المزرعة وانفجر فيها اللوم، تعست على اللوم وانفجر فيهم الحمار، انتهى ما أدرى وتبكعت رجليها كامل، نغير منها نغير شبعها للبيت سابها من دور رجليها، لبنا صافناها طبية أقرب طبية وصافناها لهين بطرت رجليها كامل. بتزود هلي قبل اللام وطبعته تحت الزواية. اهلا بكم من جديد مباشره الى الملف الاقتصادي. جولتنا الاقتصاديه نستهلها بالشان المحلي، حيث كشفت مصادر اقتصادية أن الاقتصاد اليمني فقد أكثر من نصف قوته منذ أواخر العام 2014، وقالت المصادر إن ميليشيا الحوثي أقدمت على تسريح أكثر من 55% من القوة العاملة، وأغلقت أكثر من 25% من الشركات، وتسببت في إفلاس أكثر من 40% من الشركات أغلبها مملوكة للنساء. وشهدت الأسر اليمنية انخفاضا في دخولها، بينما ارتفعت أسعار السلع والمواد الغذائية الأساسية إلى مئات الأضعاف وبنسبة 200% خلال العام 2021 ومطلع العام الجاري 2022. وقال البنك الدولي إن 3/4 سكان اليمن يعيشون تحت خط الفقر، وأكثر من نصفهم يعانون من الفقر المدقع. وأدى تراجع القوى الشرائية واختلال القطاع الزراعي إلى جعل ملايين اليمنيين يعانون من انعدام الأمن الغذائي. دشن في محافظة مأرب مشروعي مياه وتربية في مديريتي المدينة والوادي بتمويل من منظمة اليونسف، وتقدر تكلفة المشروعين $1,135,000 ضمن التدخلات الإنسانية لتخفيف معاناة النازحين. أعلنت السعودية عن تقديم وديعة بقيمة 5 مليارات دولار لدى البنك المركزي المصري، واعتبر ذلك خطوة لامتداد الروابط التاريخية الراسخة وواصل التعاون الوثيقة بين المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية. يأتي هذا بعد أيام من تراجع في قيمة الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية. أعلن صندوق البنك الدولي موافقته على تخصيص $400 مليون لتونس للتعامل مع الآثار الصحية والاقتصادية لأزمة كوفيد-19، وكانت رئيسة الحكومة أعلنت عددا من الإجراءات العاجلة لدعم الاقتصاد التونسي الذي يعاني أزمة حادة منذ سنوات. وأخيرا، انخفضت صادرات النفط الروسية بسبب العقوبات الغربية التي فرضت عليها جراء الحرب على أوكرانيا، في حين وجدت بعض الأطراف فرصة لشراء هذا النفط بسعر مخفض يصل إلى $30
من بينها الهند بعد عزوف العملاء الأصليين الذين أصبحوا أكثر حذرا. وقال تقرير مجلة إيكومونست إن موسكو تواجه عجزا في بيع نفطها بمقدار 1,000,000 برميل، ويقدر حجم صادرات النفط الروسية المنقولة بحرا ب2,300,000 برميل يوميا. تتزايد المخاوف من انهيار القطاع الصحي في اليمن وتفشي الأمراض والأوبئة التي سبق وتخلص منها اليمن من قبل، وأرجع مراقبون تلك المخاوف إلى استمرار العجز الحكومي في اتخاذ معالجات نافعة. القطاع الاستشفائي في اليمن أزمة مستعصية، قطاع صحي متهالك يزداد سوءا كل يوم، انعدام الأدوية، نقص الأجهزة والمعدات الطبية، قلة الكوادر، تضرر المنشآت الطبية، بالإضافة إلى انهيار البنية التحتية للصرف الصحي، كلها أسباب تفاقم من تفشي الأمراض. الأزمة تتضاعف مع ارتفاع مستويات سوء التغذية وانخفاض معدلات التحصين، الأمر الذي انتهى بوفاة مرضى أو وصولهم لحالة أسوأ مما كانوا عليه. منظمة اليونسف أكدت أن نصف المرافق الصحية لا تعمل، وأن الأنظمة الصحية في اليمن على وشك الانهيار إذ لم يتم دعمها. تصريحات متتالية تدل على الانهيار الذي وصل إليه القطاع الصحي في اليمن في ظل نقص الإمدادات. منظمة الصحة العالمية قالت إن 70% من المرافق الصحية في اليمن تفتقر إلى البنية التحتية المناسبة للمياه والصرف الصحي، وأن تفشي الأمراض يرجع إلى نقص إمدادات المياه وتدهور شبكة الصرف الصحي. اليمنيون مهددون بالأسوأ، خصوصاً من يعانون الأمراض المستعصية، في ظل استمرار تدهور القطاع الصحي وعدم قدرتهم الاقتصادية على السفر لتلقي العلاج في الخارج. معاناة القطاع الصحي لا تقتصر على تأهيل وتفعيل الخدمات الصحية وتوفير الأدوية والمعدات الطبية ودعم الكوادر فحسب، بل بتحييد المستشفيات والمراكز الصحية عن الصراع. مناشدات متتالية يطلقها القطاع الصحي وسط دوي الحرب في انتظار من ينتشلها من حافة الانهيار. نهاية النشرة وقد تابعنا فيها. انطلاق المشاورات اليمنية في الرياض ودخول وقت العمليات العسكرية حيز التنفيذ. ميليشيات الحوثي تتعمد استهداف منازل وممتلكات المواطنين في الضالع وسط استياء مجتمعي كبير. استمرار معاناة طلاب اليمن المبتعثين للدراسة في الخارج وسط تجاهل حكومي لمطالبهم. شكرا على حسن الإصغاء وإلى اللقاء.